زعلك موضوع انه نحل مجلس ادارتك في 28 يوم بهالطريقه بعد هذا الهجوم بعد ضايقك؟ ضايقني المشهد في العموم، وليس اكيد انه بيضايقني، بس ضايقني المشهد في العموم يعني من بدايته لنهايته، يعني مشهد لا يليق حتى في الوسط الرياضي كامل يعني. هو اتكلم بالمشهد، المشهد في العموم من بدايه الانتخابات الين قرار حل مجلس الاداره، مشهد ما كان صحي نهائيا ولا هو. والتجمهر اللي عند النادي يعني انت كيف يعني هذه من الجزئيات اللي يعني اعتب على متصدرين المشهد الشبابي اللي المفروض يكون لهم كلمه قويه خاصه لاصحاب الدعوه. هي طبعا تنقسم للقسمين، الدعوه للتجمهر والتجمهر بحد ذاته. الدعوه للتجمهر انا الجراءه اللي عملت الاشخاص انهم يدعون للتجمهر هذه بحد ذاتها اصلا يعني المفروض انه يكون في علامات استفهام كثير او ايقاف لهذه العمليه بشكل كبير، خاصه من الموجودين في وقتها في المتصدرين المشهد الشبابي اللي لهم تاثير كبير على اصحاب الكتابات والادوات الاعلاميه في السوشيال ميديا. للاسف لم اجد منهم اي توضيح او اي منع او اي اتصال. دخلت النادي بسهوله وطلعت لما رحنا للشباب، دخلت بسهوله ولا كان التجمهر كثير ومزعج؟ حتى لو كان في تجمهر، لا تتوقع اليوم بلدنا اليوم ما ممكن تروح لاي مكان الا بسلاسه وبهدوء. لا بس في ناس وانت داخل يعني تسمعك يعني كلمتين أتوقع. وانت طالع تسمعك كلمتين طبعا مرفوض، لكن هل هذا حدث ولا لا 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 ولا انت جيت قبل؟ بالعكس بكل سهوله وما في شيء يا جماعه. في الاول في الاخير احنا اليوم قاعدين نأدي عمل رياضي، وكنا نبغى نعمل نهضة رياضية للنادي. للأسف تم تحوير هذا العمل كله إلى أن جايين نعمل جزء زي ما تفضلت اليوم خلي الناس تدعو التجمهر أو التجمهر بحد ذاته. هل هذا شيء صحي؟ هل أنت شهدت في الوسط الرياضي قبل يا أبو جود؟ جاوبني، هذه أتكلمك بصراحة، أن أشخاص تدعو بهالشكل ولا يكون في موقف من المتسيدين الوسط الرياضي في نادي الشباب وقتها؟ غير مقبول كليا ان اشوف ناس تدعو واني اقف موقف المتفرج، واني ادخل الاجتماع واشوف الناس برا زين، ولا اقول يا جماعه اللي قاعد تسوونه خطا في حق. تشعر انه كان موجه؟ ايش؟ تشعر انه كان موجه؟ شعور ما ابغى معلومه. اليوم أساس. اليوم في جهات اللي هي اللي تقدر تفرق بين هو هل موجه وغيره. انا ما اسال عن معلومه مؤكده، انا اقول شعورك احساسك اليوم كان موجه. اليوم اقدر شوف هو التوجيه كيف يجي التوجيه؟ التوجيه يجي دائما بتزويد بالمعلومات الخاطئه لين اوصل الشخص نفسه القناعه كامله ان اللي قاعد يسويه صح. فعشان كذا قلت لك اليوم بدايه الانتخابات وانت قاعد تعطيه معلومات خاطئه لين الجمهور البسيط وصل معلومات ان هذه الاداره فعلا جايه عشان اهداف غير صحيه لنادي الشباب، وهذا اللي مزعلني حقيقي.